السلام عليكم اخوتس، بسم الله. السلام عليكم اخوتس، مرحبا بكم فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. صباح الخير. بعدا دابا 7:30 ديال الصباح، جاتوني في خدمه، جيت للطوموبيل كنصور لكم هذا الفيديو. هذا الفيديو اخوتي بحال اللي كتعرفوا ديال ام 3 كومبيتيسيون، بحال اللي شفتوا في البورطال ديال الفيديو. اليوم ان شاء الله نديو الطوموبيل عند بلال، ان شاء الله غادي نغلفوها، ولكن الطوموبيل ابار تغلف ابار انا نولا كالكولاتور ديال الطوموبيل باش نصيفطوها من على برا باش ديبلوكا الكالكولاتور. ديك الساعه نشرح لكم في الفيديو مزيان. باش كنعرف اخوتي، هذه هي اول ام 3 كومبيتيسيون اللي كاينه في المغرب، اللي ان شاء الله نرجعوها 16 جوج، 700 الخيل ان شاء الله نجربوها. انا نعملو ديك 100 200، باش نشوفو شحال كتعمل، شحال السيكوند كتعمل، من بعد نعملو فيديو اخر من 100 200 باش نشوفو ديك 16 جوج واش وصل ولا ما وصلش، ونعطيكم بلوز او موا شحال ديال الخيل فيها. وكنظن نعملوها في بانكو ديال بوتنسيا. بانكو ديال بوتنسيا هو ديك البانكو فين كتنزل طونوبرتينا باش كتعمل تخوازيام فيتاس وكتكسيري باش كيعطيك سيستيم شحال ديال الخيل فيها الطوموبيل حقيقيا. وهادشي اللي كاين اخوتي. اول حاجه نعملو شنو هو، هي نهزو الطوموبيل ديالنا نديوها عند بلال بين ديزاين، بحال اللي كتعرفو اللي كنغلف عند الطوموبيل دائما. الطوموبيل هادي نعملو لها واحد الغلاف جديد، واحد الكري اللي غروش طوندونس، اللي باقي بزاف الناس ما عارفينش. انا ديجا كومونديت شحال هادي ولكن باقي ما غلفتش الطوموبيل، كنت كنستنى بلاصه باش ندخل الطوموبيل ديالي. بحال اللي كتعرفو تبارك الله خاي بلال عنده دابا كراج فول عامر ما شاء الله. خصك باش تشبر رونديفو ثاني شهر. دابا انا صاحبو عزيز 8 سنين وانا كنعرفو ثاني شهر، قال لي شهر ونص عاد يجي عندي. هادشي ماشي واد. عاد شنو قلت له انا؟ قلت له نهار اللي جيب جرالف، قلت له وشوف الفو صافي، قلت له تراس العام وانا كنتمنى معاه وصح ولد وصح صافي قايدني في راس العام. ديك النهار عيطت له قلت له راس الشريف هذا دا الشهر، قال لي واش انا قلت لي راس العام؟ انا كنضحك وصرفني تاع راس العام. ومن خوتي ان شاء الله في حاله تعرفوا نمشيو عند بلال وابارات شي هذا، نتلاقوا مع توفيق صاحبي. توفيق هو اللي يفتح الكالكولاتور باش تكونوا عارفين شنو العلاقه عند الفيديو هذا مع ستاج جوج. هذا الفيديو هذا ديال الغلاف ديال ام 3، ولكن ملي تكون الطوموبيل كتغلف نزلوا واحد البلاصه سبيسيال عند بلال باش كنزول لك الكالكولاتور ديالها باش نصيفطو على برا باش تكونوا عارفين واحد الحاجه. بديت كنكسيري بزاف الهضره، غنعاود نخفف شويه الهضره ديالي. واش عرفت اخوتي واحد الحاجه، ام 3 ماشي بحال الطوموبيل تخدم شحال هادي، ولا الطوموبيل اصلا الطوموبيل كامل شحال هادي. ملي كتبغي تعمل 16 كتدخل في بي سي بام 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 كتشوف الكالكولاتور ديالك، كتعمل 16 في الكالكولاتور عادي ما كاين حتى شي مشكل. دابا اخوتي كيجي واحد ديبلوكاج بحال اللي مبلوكيا، بحال اللي خصك كود باش تفهموها مزيان. دابا السونترال ديال الطوموبيل خصك كود باش كتدخل للسيستيم ديالها، ياك واش شحال هادي كانت ساهله. دابا خص باش تدخل للسنترال باش تدخل لديك السيستيم ديالها الفيشيه ديالها خصك ضروري تديبلوكا. واش ديبلوكا شنو خصك تصدرنا على برا عاد تديبلوكي السنترال ديالها، ما بقاش ساهل بحال اللي كان. وهادشي هذا شنو كيعمل؟ كيعمل 16. راه دابا 16 ساوي كثار فلوس. دابا هي باش تعمل 16 طونور ديال ان 3 كومبيتيسيون ما بين 7500 حتى مليون ونص، على حسب تينا 16 واحد ولا 16 جوج، على حسب من البروغرام اللي بغيتي تعمل لها. وهاد المليون هذا تينا خصك تزيد لها باش ديبلوكي سنترال، باش تزيد شي جوج د ملايين مليون زيد باش تصردها باش ترجعها. وخصك الوقت، الطوموبيل هذه بحال كتعرفوا اخوتي ماشي تشبرتينا دخل لا سيستيم بام بام خدامه. بحال كتعرفوا اخوتي ام بي او كيعمل 16 سوغ ميزور. شنو هي المعنى ديال سوغ ميزور؟ هي كيعبر الطوموبيل كلشي ديالها. بحال دابا ملي كيعمل واحد 16 كيمشي لوتوروت، كيعبر الطوموبيل، كيعبر التوربو، كيعبر البريسيون ديال الزيت، كيعبر هذه باش كيعمل لها واحد الجهد اللي ما كيوصلش لديك الماكسيموم ديالو باش كنحاول الطوموبيل ديما كتبقى نقيه. كاين بزاف ديال الناس كيعملوا 16 كيعملوا داكشي الماكسيموم، كيعمل التوربو ديال الماكسيموم ديال التوربو، الماكسيموم ديال البيستون، الماكسيموم ديال البريسيون، الطوموبيل كتعيا بزاف. حنا ملي كنعملوا 16 كنعملوا 16 على حساب الطوموبيل ما تتعداش عليها. واللي حاجه اللي مزيانه بزاف اللي ديجا هضرت فيها في فيديو اخر اللي عملتكم ديال الدوم بايب، نهار اللي ركبت الدوم بايب ديك الفيديو دابا النهار ديال دابا يلاه 4 ايام باش نزلته راه فعليا 80000 فيو تبارك الله. شنو هي؟ مشى لي الراس. هي موتور ديال بي ام، عندهم واحد الموتور ما شاء الله واعر بزاف اللي كتعمل طوموبيل 16 واحد 16 جوج ما كاينش مشكل. ولكن انفو كتوصل 16 3 ديال بي ام شنو خصك تعمل؟ خصك مينيموم 21 مليون. علاش؟ خصك تشري التوربو، والطوموبيل هذه فيها جوج ديال التوربو، معنى ديالها غير التوربو واحد 12 ولا 14 ديال مليون، راه كيتستقم كارثه و ماشي ضروري. راه 700 الخيل اخوتي بحال كتعرفوا ديجا لامبورغيني ورا كان راه فيها 600 الخيل، راه 700 الخيل راه ما شاء الله تكون شي حاجه طياره. وانتم تشوفوا فيديو اخوتي، تشوفوا فيديو سيختو في انستغرام ديالي بوزيت.rs3، تشوفوا تما فيديوز كاملين. خليكم مع فيديو اخوتي، ابقى نتلاقى مع توفيق، نزلكم انستغرام ديال توفيق ان شاء الله. تا هو mp.maroc، تا هو اللي كيعمل لي ستاج في المغرب، هو احسن واحد كاين في المغرب، وهو بصراحه الطوب. وديجا ابار كاين في المغرب، كاين في باري، كاين في امريكا، راه دي واحد جروب كبير لي ام بي او، فهمتي واحد الجروب كبير بزاف. وملي نمشيو عند بلال توا نزلكم انستغرام ديالو، توا احسن واحد كاين في المغرب ما شاء الله. ديك الساعه نوريكم الكراج ديالو كامل وتشوفوا الطوموبيلات اللي كاين تماك، راه شي حاجه اللي واعره بزاف. ما كايناش طوموبيل واحده ولا جوج، لا
كاين تما الطوموبيلات ديال الفرع الناس كيصادوا الطوموبيلات ديالهم من كازا من مراكش وكروه كيتغلفوها ثاني كيرجعوا. واش كاين اخوتي؟ انا الحمد لله دائما كنمشي على الناس طيبين، كنبغي نوريكم الناس اللي كنعرف انا المزيانين. حنا كنعرفوا في المغرب صعيب تجي شي واحد اللي كيعرف يعمل الخدمه ديالو مزيان. واش كاين اخوتي؟ خليكم مع فيديو اخوتي، ما تنساوش واحد اللايك وحتى تشكروا في الشانيل. وحالي قلت لكم اخوتي هذا الفيديو هذا ديال الغلاف، ونهضروا شويه على ستاج جوج، وديك الساعه نعمل لكم فيديو اللي نبقاو نتيستي الطوموبيل باش نرجعوا لستاج جوج 100% الطوموبيل نطلع ما نتيستيوهاش في المغرب، نطلعوها على برا باش نتيستيوها باش ما يكونش عندنا مشاكل مع الدوله. هادشي اللي كاين اخوتي. المهم الخوت بحال اللي كتشوفوا دابا الليل، دابا الليل حتى 3 ايام باش نزلت الطوموبيل عند سي بلال نهار الجمعه ولا نهار السبت يوم الاربعاء. توفيق كان مسافر في كازا بحال اللي كتعرفوا، توفيق اللي كيعمل ريبروك راه مره في كازا مره في اكادير مره في مراكش، كنا مره فين لحسن فين كاين الطوموبيل، مره كيدي بلاصه فهمتي ضروري. الا كان شي موتور ما كيقدرش يدي بلاصه كيدي بلاصه. حاجه اخرى خصني نزيدكم اخوتي هي توفيق كيقلب شي كراج في طنجه يكون خارج على المدينه باش يقدر يصدع. جاب داك الداينو اللي هضرت عليكم داينو، وخصو شي بلاصه اللي يقدر يصدع فيها، ما يقدرش يعمل شي كراج في صندوق فيل راه يصدع والجيران يتشكاو ويصدقوا بحال اللي انفيستي في شي بروجي اللي ما عادش يشد. ولا كان شي واحد عارف شي كراج مزيان ديك الساعه تهضروا له ام بي او بوان ماروك وريوا الكراج اللي كاين نبيع ولا نكرا ولا اللي كان، هو ديك الساعه يتصل بكم ان شاء الله. ابارات هذا اخوتي جبرتوني يلاه دابا ماشي نتلقى اتفق في الكراج ديال بلال، بلال ما كاينش. المهم نوريكم الكراج شنو فاش من حديد فيه تبارك الله يكون فيه حديد واعر. جبرتوني يلاه حوايج ديال الرياضه، كنت كنلعب بادل قبيلتي مع صحابي ويلاه تعشينا ودابا نمشيو تما ان شاء الله. تلاقينا مع 8 شنو الساعه دابا؟ دابا يلاه هادشي 8 و دقيقه 8 و 8 و المهم باقي ماشي 8 باقي شي 20 دقيقه تكون 8. نمشي دابا نتلاقاو سي توفيق ونوريكم فين كتكون ديك السنترال، وان شاء الله غدا نبداو في السيخ ديالها. اليوم ما نبداوش في السيخ ديالها، اليوم نوريكم غير الطوموبيل. ديجا قال لي بلا بداو كيفاش خرجت البياس ديال الطوموبيل ونشوفوها وان شاء الله. ما عرفتش الفيديو دابا واش نكمل تنغلف الطوموبيل وتكون فيها ستاج جوج ولا نقطعو من بعد فهمتي. حنا نمشيو فيديو لي فيديو وصل 12 دقيقه ولا 13 دقيقه وقيلا نعمل شي فيديو اخر. المهم داكشي باقي عاد كنخمم فيه ان شاء الله. المهم بحال شفتو في الرياضه يلا نقدو الشعر ديالنا. ممكن الناس اللي كيخدموا في يوتيوب ولا في اي بلاتفورم ولا في الانستغرام ملي كيشوفوا راسهم جاو خايبين ولا شي حاجه ولا الشعر ماشي مزيان ما عرفتش ني ولا ناضت لهم شي حب ما كيصوروا ما ولا ما كيهمنيش كيما حنا رجال كيما خرجنا كيما كندخلوا الفيديو ما كيهمش. خليكم مع فيديو اخوتي واحد اللايك وسبسكرايب ونتمنى يكون الفيديو كيعجبكم. المهم الخوت اللي كتشوفوا حنا في وسط الكراج ديال بلال، الطوموبيل وقفنا هنايا باش ما تتحركش حتى ملي نزولوا ديك الكالكولاتور ديالها. الطوموبيل ممنوع الديمارا ممنوع تتحرك اصلا ما تديماريش خاص ديماري. وهذا هو الكراج ديال سي بلال بحال اللي كتشوفوا اوريس اس وقيلا هذه كيويت ابيت باك ابيتي كلاس جي كلاس جي كلاس جي. المهم ما نوريش مزيان الطوموبيل حتى كاين موالي هنا ما كيبغيش يوري الطوموبيلات ديالو. المهم هاي كلاس جي باينه، هاي كلاس جي باينه، هيا كلاس جي باينه رافعينا. كنوريكم داكشي بالزربه بحال كتشوف اخوتي. ديجا بحال اللي قلت لكم بدينا كنضاف في الخدمه ديالها بحال كتشوفوا زولنا باراشوت كيد هنايا زولوا فاروس باش عرف اخوتي فيلاك عنده فينيسيون وعرف الغلاف. هي كيزول كلشي باش الطوموبيل كتجي فينيا بحال دابا كاين بزاف الناس كيغلفوا الطوموبيلات ما كيزولوش هاد اللعبات هادو باش كيتقنوا الطوموبيل باش تجي مزيانه. انا عندي الراجع على برا اللي كنت كنصور فيها دابا 3 سنين ونص باش غلفتها وباقي كتبان باقي مغلفه باقي مغلفه 100%. فكركم في الانتيريو ديال ام 3 ما شاء الله. شوشو ديك اللعبه ديال البيان مفسوخين كلشي مفسوخ اخوتي. الطوموبيل كتفسخ كامله باش تيطلع مزيان حتى الطاباط هادو كيتفسخوا باش كيدوزوا الغلاف من هنايا بحال اللي كتشوفوا مزيان تبارك الله. ولي جونتي بروفيدر في الكولور ديالهم كحل اصلا ما يتبدلش. ديك الساعه دابا شويه سي سعيد كيصلي دابا شويه يجبد لنا الرولو ديالنا باش نوريكم الكولور اللي غنغلفوا الطوموبيل ان شاء الله. معنا سي توفيق، تحياتي اخي توفيق. سلام صافا توا بيان الحمد لله يدوك الحمد لله. توفيق فين كاين ديك السونترال ديال هي هادي تحت من هادي ياك؟ المهم الخوز دابا شويه من بعد نزولوا هادي هي الاولانيه نزولوها من هنايا باش نقدروا نزولوا ديك الكالكولاتور. واقيلا ما عرفتش واش نبداو الخدمه اليوم ولا غدا ودابا 8 دابا جو بونس با ما نزولوا غير هادي بعدا بحال اللي كتشوفوا اخوتي. هذا هو الموتور ديال ام 3 كومبيتيسيون هادي اللي كنت شري ديال بورغي موتور سبور. لادميسيون شوف اخوتي فين خرج فين خرج لادميسيون. ودابا مزيانه ملي جيت هنايا باش هادو نزولهم ان شاء الله باش نديهم يتنقوا عاد نرجعهم شاش هادو باش كتبغي تنقي هادو. هذا هو المشكل ديالهم خصك تفسخ باراشوكي كامل عاد تقدر تغسلو فهمتي. هما بريز ديالو خصك تزولو كتقول واحد البرودوي بحال الزيت مور هذا عاد تقدر تفسخو ان شاء الله. وهادي انا كنت سبقتها في الزرق باش كنعمل ديك الديكور مع هاد اللعيبه هاد ميسيون في البلو. المهم اخوتي اباراتشي هذا ان شاء الله الرانج اللي كتشوفوا عندي واحد الرانج ديال 2013 فيها باك ديال اس بي ار ان شاء الله. حتى هي انا ملاحظتي ستاج واحد باش نقصوا الكونسوماسيون ديالها وفيها 330 الخيال نورمال ستوك نو توفيق 330 الخيال
وحقدوا طلعوها شحال ساقطه تطلع ان شاء الله 40 الخيل 40 الخيل 360 370 الخيل ان شاء الله. هادشي اللي كاين اخوتي شي معلومه اخرى خلي توفيق اللي تزيدهم لا والو شحال نوصلوا شحال نوصل الخيل هادي ما عارفينش اخوتي باش تكون عارفين اخوتي شحال ما كان الليسانس ديال المغرب نقي شحال ما كان الليسانس نقي اللي زعما في الطوموبيل شحال ما الطوموبيل كتجري كاين بزاف ديال الطوموبيلات اللي كيطلعوا كيطلعوا في ديك السيركويا نورفورغين وقيلا اللي في المانيا هذاك اخوتي كيشريو الليسانس سبيسيال 102 اوكتان هنا في المغرب يلاه كنوصلوا ديك 83 85 واخا مكتوب ديك 95 98 ما كتوصلش حيت ما الكاليتي ديال المغرب ماشي شي ليسانس واعر الصراحه. واش اللي كاين اخوتي دابا شويه نزيدو الرولو باش نوريكم الكولور اللي تعلف اخوتي كنجولو دابا في فيتشات دابا بحال اللي قلت لكم قبيله الطوموبيل ما تحركش شي مره غتبقى هنايا مبلوكيا شي سيمانه ولا جوج سيمانات مينيموم جوج سيمانات كنظن. هاتي اخوتي في راه فيه التمر ماشي ساهل صراحه الله اخوتي الطوموبيل كامله باش كتحرك هذا هو البي سي ديالها باش كيحركها من هذا ما كاين والو وحال قلت لكم اخوتي هذا هو اللي خصنا نصردو على برا فين كنا نصردو اخ توفيق فرنسا ولا بولونيا ولا فين؟ فنلندا فنلندا فولوند بالفرنساويه نصردوها تما اخوتي باش ديبلوكا على اساس اخوتي السيستم ديال بي ام صعيب باش يديبلوكا الثمن ديالو شي مليون ونص ولا مليون و700 ولا 2 ملايين شي حاجه بحال هكا بقيت شي عاقل حتى ديك الساعه ديك الساعه نتحاسبو اخي توفيق توفيق ما عجبتوش شنو؟ لا ما سمعتينيش خليها هو شي روينه السلوك هنا سي لا روينه فين هو فين هو هذا؟ فين هو ما كيباليش المهم اخوتي باش تعرفوا هذا كامل ياك زيد زيد باقي هنايا اخوتي ابار ام 3 ان شاء الله راه تغلف على احد ام 3 اخرى اسمي ستاج 2 كان سيتش لا دون بايب خرج الديفو ديال الموتور ضروري خصها ديك دون بايب جات سبور كامله ما فيهاش شي فلتر فلتر سبور جات ديريكت خارجه وخصو يتبدل ان شاء الله حتى هي يكونوا ان شاء الله دو ام 3 كومبيتيسيون جي 80 700 خيل ان شاء الله ديك الساعه كيبقى الاختيار ديالي واش نعمل لا بوبا مانغز ولا ما نعملهمش حتى ديك مولاها وشي واحد الاختيار ديالي نعمل بوبا مانغز ولا لا ولكن غير هاي دوره روينه وداك جات لوصه العيبه هادي بحال اللي كتشوفوا مهرسه هنايا هادي ان شاء الله نطلبوها باش نبدلوها هادي حمرا كنت في مراكش كانت شي 45 درجه خليت طوموبيل باركيا وجبت تم الشقه باش تعرفوا الحراره ديال مراكش راه قاصحه المهم الخوت توفيق باقي مشغول بحال اللي كتشوفوا هذا هو الكولور اللي ان شاء الله خليك تشوف اختي هذا هو الكولور ديال دوريجين وهذا هو الكولور الاخر مغلق هذا كنت شفت اخوتي ديالك اخوتي يدي خانزين وي شولد ميكانيسيان هذا هو الكولور اللي يكون فيه اخوتي المهم داو تحيلوا من دابا كيفاش يجي الكولور ديالها هادي ادفان طوبر الا كانت تبات الكولور هذا اغريزيف ملي كتكون الطوبر شويه فونسي تجي اكثر اغريزيف ولكن صراحه الله واعر وصلت الكولور اخوتي هذا رجع طوندونس دابا في 2023 2024 هاد الكولور هذا يكون طوندونس ان شاء الله تجبرك اكثر من طوموبيل واحد خارجه بهذا الكولور هذا ابارات شي دار ام 3 ولا ام 4 ام 4 واقيلا جي 82 راه دابا رجعوا كيخرجوا من لا ميزون بهذا الكولور هذا هما الخوت توفيق يلاه ديمونطا انا قلت له راه فيها تمارين بزاف ولكن قال لي لا راه الام 3 قديمه راه تمارين اكثر احح دقيقه صح صراحه ما اخوتي باش تكونوا عارفين اخوتي هذا هو كلش هذه هي كاخا نيغرا كيقولوها بالعربيه كاخا نيغرا هذا اللي تشوف اخوتي بوش هي اللي صوبت كاخا نيغرا هذا هو بي سي هذا هو كلشي هذا هو اللي بحال اللي نقول لكم اخوتي بحال اللي فيه كود فهمتي بحال اللي فيه كود بين ولا كود بوك ديال الترخيطه خصنا نديفلوكيوه واش نديبلوكيوها 2000 يورو اون فوا ديبلوك هذا اخوتي نقدروا نعملوا اللي بغينا في الطوموبيل هذه اللي بغينا ستاج واحد ستاج جوج بوبا بانك ستاج ثلاثه خصنا نبدلو التوربوز ديك الساعه لا بلاش خصنا 20 مليون معنا ما نعملوا بها المهم هذا هو كلشي اخوتي ان شاء الله كيبان لكم شويه على الفيديو انا كيبان لي مزيان ما عرفتش علاش كيبان واعر ياه وي واعر كان بحال لي المهم الخوت باش تكونوا عارفين واحد المعلومه زدتكم اخرى الطوموبيل هادي نهار اللي ندير لا ميزون خصني نعرف ديك مول لاكراج ديال لا ميزون اللي يعمل لي يعمل لي فيدونج ما خصوش يعمل ميساجور ديال بي ام الا عمل لا ميساجور ديال بي ام تعاود تبلوكا فخسر واحد جوج مليون اخرى عاوتاني راه صعيب اولا اون فوا شي واحد ركب في الطوموبيل وعمل لا ميساجور شي مره كيخرج لك بان تسمي ميساجور ديال الطوموبيل شما كتكون كاع ساتيليت صافي مشات ديك ستاج مشات ديك خساره الفلوس مشات كلشي حتى لي سوق الطوموبيل ديالي سوق انا ومدام السلام عليكم حتى شي سمعه ديالي
ما يقدرش يسوق شي واحد اخر جات لها سيكا تمشي لك جوج مليون ابار 16 راه مصيبه. مسؤوليه كبيره بزاف وما كنظنش واحد يتعامل هذه المسؤوليه هذه. كنظنش كاين شي واحد اللي صبر يهز الطوموبيل ديالك يقول لك انا خلصت لك الميساج ديالك يعني. امبوسيبل. لكن يا خوتي خصكم ملي تمر هاد السجاده ترد بال مع الطوموبيل بحال هكا راه لا ميساج شو اديوس. يا خوت كنظن ان شاء الله سالي الفيديو دابا هنايا عملت هذه بارت نمره واحد بارت نمره الاولى ان شاء الله انا منكم بارت الثانيه تكون طويله مساليه هذا الفيديو هذا اليوم الاربعاء بوست نهار الجمعه نهار الجمعه جبروا الفيديو في يوتيوب ان شاء الله كنظن شرحت لكم كلوزو مو كلشي عامل في الطوموبيل ان شاء الله خليو داك الشيء يبان في الفيديو الثاني خلي مفاجاه باش كنا عارفين اخوتي الفيديو الثاني يكون طويل بزاف داك الشيء بغيت الفيديو ناقد نزولو هنا الفيديو الثاني نطلعو ان شاء الله نطلعو على برا نطلعو من اسبانيا ونشوفو فين نطلعو متفق باش نجربو الطوموبيل في لوتوريت ان شاء الله 100 200 في ستوك 100 200 200 في ستوك كاينه في يوتيوب انا جربو 100 200 في لوتوريت ان شاء الله ديك 700 الخير بحال اللي قلنا لكم ديك 700 الخير على حساب ليسانس اللي كاين في المغرب حنا ان شاء الله نعملو ليسانس ديالها انا عملت 190 اللي كاين في افريقيا الجزائريه ديك هو احسن ليسانس اللي كاين ونزيدو لها ديك الفيديو ديال اوكتان اللي كنزيدو دائما شكرا بزاف اخوتي شكرا خيميله شكرا توفيق ان شاء الله نشوفو البروجي ان شاء الله كيفاش خرجنا وتكون اسرع ام 3 كاينه في المغرب ان شاء الله تحياتي لايك سبسكرايب نتلاقاو في فيديو اللي ماشي